تصور الحياة بدون الكهرباء، هل سوف تستمر الحياة أو سوف تهلك البشرية؟ بها تستنير الأرض. الكهرباء ليست مجرد وسيلة للإنارة فقط، إنما أصبحت شيئاً أساسياً في حياتنا، لا يمكن لنا الاستغناء عنها أبداً ولا عن الخدمات التي تقدمها من التوليد وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء. إلى الابتكار والإبداع. الطاقة الكهربائية، الكهرباء هي طاقة لها أهمية كبيرة في حياة الإنسان، وتبرز أهمية الطاقة الكهربائية في مجالات عدة، منها المجال الصحي، المجال الصناعي، المجال التعليمي، والعديد من المجالات الأخرى.